مش نقرا لك تدوينه ما نعرفش كان انت قريتها ولا لا، لي سمير الوافي قال مسكين معمر القدافي الله يرحمه، حتى التافهين والتافهات الذين حضروا مناسباته الخاصه على هامش حياته، او كنا مجرد ساتر تافه في مغامرات ومجرد ارقام سخيفه ونزوات عابره، اصبحنا اليوم يكذبنا عليه ويزعمنا صديقته. حتى كوكب الشرق ام كلثوم لم تدعي ذلك رغم انها اعظم من الرؤساء. وباش كلام اخر ما غير ما نقراوه، ما نعرفش قريتو قريت التدوينه هذه الكل في الشرق، ما لقيت كان سمير الوافي. انا نحكي على ولد بلادي تو وبعد نمشي للشرق. على العبيد معناها العبيد كلها اللي كتبت وليبيا مثال، شوف تحكي عليه. انا غزلي سمير الوافي، نحب نقول لك سمير الوافي انا تو نجاوبك، اما مش تو باش نجاوبك قريب. انت جاوبت على الفيسبوك، انا باش نجاوبك بطريقه اخرى بوثائق، اما انا ما نغارتش ان شاء الله انت ما تنغارش. القنوات الليبية أكدوا هذا، فما حسب ما نتفكر موقع ليبي أكد أنه هذا صار، وأنه معمر القدافي أكثر من مرة وقف مع فنانين وعطاهم، وأنت أنتج لك زوز كليبات حسب ما قلت. أغزل ليش نبش نقول لك، أنا طوى أنا منحبش ندخل ياسر في الموضوع هذا، إما معنيها كان اللي يتكلم كيفاش يقولوا مهبول يسمع عاقل. معني أنا معني حتى واحد كيجي بش يتبلى ولا بش يحكي، عرش أنا نحكي على بنت خالتي نكرة، على جارتنا مش معروفة، أما واحد مش يجي يحكي على حاجة ثابتة وعلى قيمة. حتى كان شخص هذاك مشي، فما أحفاده فما أولاده فما الانتوراج اللي هو بلكش كلهم ماتوا سكرنا عليهم حاطينهم، فما انتوراجه فما الحاشية متاعو فما وزيره وعليش فما التلفزة. أنا مش نحكي أنا سمير، قلت باش نجاوبو مش على الفيسبوك، باش تجيب الوثائق أنا باش نجاوبو مش على الفيسبوك، أما إن شاء الله هو ما ينغرش. ما كل واحد زاد يشوف من طبيعته يشوف من شخصيته. أنا توا أفانتي اللي بعد أفانتي سمير الوافي.